أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، أنزل إلينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله، ونسأله العون على مرضاته والعصمة من مساخطه، ونصلي ونسلم على نبيه وخليله ومن علمنا القرآن ورغبنا فيه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله سم نجمر لن الرحمن يزنتو سفينا قامي بهنا الرحيم يزنتو نديت لم يقباتشو مخلوقوش بالو بسن دي درس لم يدرقونا لمأمنا يقيام كان ليو إزنات بالو بقيتاتشن بالله سم نجمر لن اندي عقزن يثمرنونم بركان دي أدرقل. الحمد لله رب العالمين يتمولى مسقاننا وداسي لعلمات وقيتا لالله تبارك تعالى يقبى الرحمن الرحيم رحماننا رحيم لهن مالك يوم الدين يفردوكا يقيامكا فراجنا دانيا نقص لهن والله تبارك وتعالى إياك نعبد أنتم بتشانو يمنا ملكو وإياك نستعين بهلهم قداي لي الجزاء من فلقو إرداتا من تيكو أنتم بتشاننا بتشان كأنتك من فلقاتشو الجزاءنا إرداتا وشمال أندونا والنو إهدينا الصراط المستقيم كتي على من قد مران زلايم عزنان جزاكنم يا مارادرق صراط الذين أنعمت عليهم علمنا ملكام سران بمادل حقا أو كو اندي كتلو بمادرق نعم الناس أقاهن ملو يادرق كلاتشو النبيوشن يصحابوشن يولينا يصالحوشن من قد مرا غير المغضوب عليهم يوكو بمادفاتاتشو مكنيات أنت تكوتها تشو أيهود وتشنا يمسل وتشاتشون من قد سايهون ولا الضالين يالوكت بقمتنا بجهلنا بدم نفس يمي قوازو ينصارا وتشنا يمسل وتشاتشون من قد سايهون علمنا ملكام سران يتادلو حقا أو كو يمي كترو يدقاق بارو وتشن ينبينا يصالح وتشن من قد مران. اللهم آمين. اهدنا الصراط المستقيم فياندان دورك عايا من نادر قو يلاك دعاسي هون الصراط مالت من مالت اندهونا المستقيم يمي الوصف بالتجماري لمن دتسدو بلفو تدرسو تشايتنا من قدوش بزوس لهوننا قراس لم يقابو هلي كدنيا اسكتوة تدرس قيتاهن بسلام اسكنقنا نترس اهدنا الصراط المستقيم يالن اندن دقاقم تازنا دنيا لاي كتتنيو صراط لاي يتقوازنا أنقتون دفتو بسلام عند تقوازك كيتاو قا يتقنان يسو أخيرا لاي يمي تبقو صراطنا بسلام مشقا قرشلا. الله تبارك تعالى سلسو دقا قبارو سيناقر وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد بلا وهدو إلى الطيب من القول مالت دنيا لاي لا إله إلا الله لمالت قرآن لمقراتنا لمكتل الله أبقاتشو ودزا من قدم مراتشو مالت سيهون
وهدوا إلى صراط الحميد مالت رقمو هدوا إلى طريق الجنة في الآخرة مالتنا ولو القرطبي رحمة الله عليه فسرا هدايا هلتاينتنا صراطا هلتاينتنا الدنيا إسلاما كأنون من قديز ومقواز أنت يهدايا عينت سيهون ليلان يو يهدايا عينتنا يسراط عينت يأخير أو صراط دنيا لي الله تبارك وتعالى أمنو من قدو نيزو قدو ليتقواز سو يا الدنيا ومن قد ያገኘ ሲሆን አኺራ ላይ ደግሞ በሰላም ሲራጥን ተሻግሮ ጀነት መግባት ይቻለ ሰው እዛ ያለው መንገድ አግኝቷል ማለት ይቻላል። ኢዳ ያዱንያና ያኺራ ሲራጥ የተያዙ ናቸው። የሁለቱም ስማቸው አንድ ነው። ያዱንያው ሲራጥ ላይ የጸና ሰው በሰላም መንገዱን ጉዞውን የጨረሰ ሰው ያኺራው ሲራጥ ላይ በሰላም መሻገር ጀነት መግባት ይችላል። إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار يميلون أنكز سيفسروا كذلك قدمتوك كمجاهد وغيره يهديهم إلى الجنة دنيا لي جنة من قد ملكام سران إيمانا اندي سروا الله وفقوا أتشو النار بلو أتشو أخيرا لي رقمو ودى جنة مشاقا قروبة من قد الله تبارك وتعالى يمارا أتشوال ያሳያቸዋል ኑርና ብርሃንም ያደላቸዋል ሲሉ ካሁን ቀደም ተተገሰው ዱንያ ላይ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ይዘው ተጓዙ አኺራ ላይ የጀነትን መንገድ አላህ ተባረከ ተዓላ ያሳያቸዋል ተብሏል። አኺራ ላይ ከሚከሰቱ ለናምንባቸው ከሚገቡ ነገሮች መሃል አንዱ الايمان باليوم الاخر ውስጥ ከሚጠቀሱ ነገሮች መሃል አንዱ ሲራጣል ሚዛንና ሒሳብን የሰው ልጆች ካጠናቀቁ በኋላ ድልድይ ይዘረጋል። ወደ ጀነት የሚገቡና እሳት የሚገቡት ይለዩ ዘንድ ማለት ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆች ሐቂቃቸውን እንዲያውቁ ይተሳሰባቸዋል። የሥራቸው ውጤት ደረጃው እንዲታወቅ ይመዘንላቸዋል። ከዛ በኋላ ሲራጥን ተሻገረው ጀነት የሚገቡ አሉ። ሰራቸው አላሻግር ብሎ እሳት ውስጥ የሚወድቀዋል። ይህ ወደ ጀነት መተላለፊያ መንገድ ሲራጡ በመባል የሚታወቅ ሲሆን ሲራጡ ማለት ከቋንቋ አንፃር ካሁን ቀደም ተተከሰው መንገድ ማለት ነው። ወላከን ያኺራው ሲራጡ በመናይበት ጊዜ ጅስሩን ይضربو على جهنم جهنم ላይ የሚዘረጋ ድልድይ ማለት ነው። ከስር جهنم ተደርጋ ከሷ ላይ እንደመሸጋገር ያድልይ የሚዘረጋ ከሰይፍ የሰላ ከጸጉር የቀጠነ ያኺራ መሸጋገር ያድልይ ነው። እዛ ላይ ነው የሰው ልጆች የሚሻገሩት። ከአዱንያው ሲራጡ ጋር የተያዘ መሆኑም ይሄን ሲራጡን المستقيم የሚለውን አንቀጽ ስናጠናቀቅ ሲራጡ ማለት ምን ማለት ነው? የሰዎችስ አህዋል ምን ይመስላል? አኺራ ላይ ሲራጡን በሚያልፉበት ጊዜ ሲራጥን ለማለፍ የሚረዱና የሚያግዙ ነገሮች ምንድናቸው? ወሳኝ የሆኑ ያንዳንዱ ሙስሊም ለአኺራው ሲራጥ እንዲዘጋጅ የሚያግዙ ነጥቦችን አጠርባለ መልኩ እናያለን። አቡ ሰዒድ አልኹድሪ እንዳስተላለፉት كماراه الامام مسلم في صحيحه قال الصراط جسر ادق من الشعر واحد من السيف يضربه الله جل وعلا على ظهر جهنم بلا صراط بلا مالت ጅስሩን ድልድይ መሸጋገሪያ ነው። አደቁ ሚነ ሻዕሪ ከሰው ልጆች ጸጉር የበለጠ ስስ የሆነ ወአሐዱ ሚነ ሰይፍ ከሰይፍ የበለጠም ጫፉ የሰላ የሆነ አላህ ተባረከ ወተዓላ የጀሃነም ላይ ይዘረጋዋል ሙእሚኖች በሰላም ወደ ጀነት እንዲሸጋገሩበት። ሙሽሪኮችና አንቢባዮች እዛ ላይ አዳልጣቸው እንዲወድቁ በማለት الله تبارك وتعالى خير علي مزرقو دلينا وبلغ قرآن لا يم وإن منكم إلا واردها بلغ الله تبارك وتعالى كنا أنت وست بزا ما يالف يلن بلغ يه ورود من دنو يتفلق بات يميلون بتملكته يتلايو أستيات وچ يتسنزرو سيهون يتشالونا تنكارو ظاهرو ياندانو يسولج بصيرات بكل يالف فالمالة جهنمن كسر عدرقو
كزغر يبلت سس يهونن كسيف كبيلاو يبلت يسلان دلدي تشاغرو رغتو يالفال مالتن. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. በዛ በኩል የማይልፍ ማንም የለም። ሰዎች በሚያልፉበት ጊዜ ሐላቸው ለሁለት ይከፈላል። ኑነጅ الذين اتقوا دنيا ላይ አላህን ይፈሩ ሸሪዓን ይተከተሉ በሰላም ይሻገራሉ ይድናሉ። ወነደሩ الظالمين ግፈኞችን በዳዮችና እንቢባዮችን ደግሞ እንተዋቸዋለን فيها جهنم ውስጥ جثيا በጉልበታቸው የተንበረከኩ የተዋረዱ የተጨነቁ ሆነው እሳት ውስጥ ተዋቸዋለሁ አማኞች ይሻገራሉ ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሸጀረተ ሪድዋን ዛፍ ስር ሙባያዓ ያደረገ በአላህ ያመነ ረሱልን አለይሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተከተለ እሳት አይገባም እሳት አትነካውም ብለው የለም ወይ የሚል እስትሽካል ተፈጥሯል። وكذلك المؤمنان النات حفصة رضي الله عنها يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها بلو تيكه نبي صلى الله عليه وسلم شجرة الرضوان يمبال زافه الزاسر هونو صحابوش نبي عليه الصلاة والسلام لمردات قال يقببت نفسات جون لا الله سالفه اندميسته يمسك ربت سفران زابو تالي قال يقبب ጭራሽ ሰዓት አይገባም ብሏ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህ አንቀጽ ላይ ደግሞ ወኢም ሚንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ተብሏል። እዛች ዛፍ ስር ህይወቱን ለእስላም አሳልፎ ለመስጠት እስላምን ለመጠበቅ ነብይን ለመርዳት ቃል የገባ ሰዓት አይገባም ከተባለ በሌላኛው ነሱ ደግሞ ቁርአን ላይ ወኢም ሚንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ከእናንተ ውስጥ በዛ ማይሻገር የለም ከተባለ ሁለቱ አይጋጭም ወይ ብላ የመእመናን እናት ሐፍሳ በተየገችበት ጊዜ ألم تسمعي قوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بلعاتا ولتوم يقاجوا على الم بزا مالف يما يكرنو بميالفو بزقزي بسلام يشاكر على بانسارو رقمو تدفتو ميكر على عدالتو تميورك على هذه يأنكزون مجرشان ببيعر في معنى الكلام السماشم من دي ثم ننجي الذين اتقوا የሰው ልጅ ሆኖ በዛ ማይሻገር የለም በሶላቱ በኩል ሰዎች በሚሻገሩበት ጊዜ ኑነጅ الذين اتقوا ሽርክን የተደነቀቁ ወንጀልን የተደነቀቁ አላህን ይፈሩ በሰላም ይሻገራሉ ይድናሉ። ወነደሩ الظالمين فيها جثيا ነፍሳቸውን የበደሉ በአላህ ያሻረኩ ዲንን የተው ስሜታቸውን የተከተሉ እዛው ላይ ተንበርክከው ተዋርደው ይቀራሉ ተብሏል። በጀሃነም ድልድይ ላይ መሻገር وكذلك يسول جوش كأسات قايا الله جهونيتا الهلت تكفلان أساتا كسرا درقو رقدو ميالفو سووش دلديون بچا يرقدو ميالفو سووش بصيراتو بكل ما لفسي موكرو ألسا كابلو أجو غزو تاقوارتو وساتستمي قبوان نسأل الله السلامة والعافية. يمي ودكوت إما بالله تبارك تعالى جراشي على منو مشركو سناتشو وإما بما قتل ندمي برارو إيمان لاي دخمت ينبر ببات شوناتش. أما بتككل الله تبارك وتعالى يفروا دينات شون يتبقوا لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون جهنم لاي أنه ما لفوا قديت هاسلهون كلاي بدل ديو لاي بكسبة يالفالونجي يجهنم دمز آيسمون أساتهم أيكم سنبل الله تبارك وتعالى مسكر الله جهال. رسول عليه الصلاة والسلام يا أخيرا صراط لك الدنيا صراط دابر الروت بقل زابر الرتال من اندمي مسل قل زهال أسول جوج ميتبك أحجون أوكو اندي الزقاء جمالة يا الدنيا صراط بتملكة خط لنا خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله عندك التعلم نسمر أسمرو يهي الله من قدنا وقلو انداس أيوتنا እንቅፋቶች እንዳሉ እንደተናገሩት ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ የአኺራን ሲራጥንማ አስረድተዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሲራጥን ለመሻገር የሚረዱ ነገሮችን ተናግረዋል። ከሲራጡ ዳርና ዳር ላይ ሆኖ ጀሃነም ውስጥ እንዲወድቁ የሚያደርጉ እንቅፋቶች እንዳሉም ሐዲስ ላይ ተናግረዋል። የአዱንያውን ሲራጥ እንዳወቀነውና
መንገዱን ይዘን ለመጓዝ እንደምንጥረው ሁሉ የአኼራው ስራጥ ምን እንደሚመስል ለመሻገር የሚያግዙ ነገሮች፣ እንቅፋት ሆነው አደናቅፈው ሊጥሉ የሚችሉ ነገሮች እነማን እንደሆኑ ልናቅ ልንጠነቀቅ ይገባናል። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዕለታት አንድ ቀን ሶሓቦቻቸው ጠየቋቸው፣ ያ ረሱለላህ ሀል ነራ ረበና የውመል ቅያም አሏቸው። አንተ የአላህ መልእክተኛ ሆይ የቅያም ቀን ጌታችንን እናያለን እንዴ ብለው ሶሓቦች ጠየቋቸው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሀል ቱዳሩነ ፊል ቀመሪ ሌይለተል በድር፣ የአስራ አራተኛውን ሌሊት ጨረቃ ለማየት ትቸጋገራላችሁ እንዴ ትሻማላችሁ እንዴ አሏቸው። አይ አሉ። ይህን የነቢ ሰላት ወሰላም ፈኢነኩም ተረውነሁ ከዛሊከ፣ ፀሐይ ጨረቃን ለማየት እንደማትቸገሩት ሁሉ የቅያም ቀንም አላህን ሳትቸገሩ ታያላችሁ እናንተ አማኞች ሆያ። ኢማም አልቡኻሪ ኪታቡ ተውሒድ ላይ ሶሒሃቸው ውስጥ ኢማም ሙስሊም ደግሞ ኪታቡ አልመሳጅድ ላይ የዘገቡ ሶሒህ ሐዲስ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ የቅያም ቀን ይታያል፣ ሙእሚኖች ያዩታል። አላህን ተባረከ ወተዓላ አኼራ ላይ ማየት ትታደል ዘንድ ምን ማሟላት እንዳለብህ ሐዲስ ላይ ተነግሯል። ከአላህ ጋር ተባረከ ወተዓላ በሰላም መገናኘትና መታየት የፈለገ ሰው ኢማኑን ዲኑን መጠበቅ እንዳለበት፣ አስርና ሱብሒን በአግባቡ መስገድ እንዳለበት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። እዛው ሐዲስ ላይ ነቢ ሰላቱ ወሰላም ዩሕሸሩ ናሱ የውመል ቅያማ፣ የቅያም ቀን የሰው ልጆች ከነበሩበት ተቀስቅሰው ጥሪ ይስተላለፍላቸዋል። እያንዳንዱ የሰው ልጅ ያመልከው የነበረውን ነገር ተከትሎ ይሂድ ይባላል። ጨረቃን ሲያመልክ የነበረ ጨረቃን ተከትሎ ይሄዳል። ፀሐይ ሲያመልክ የነበረም ፀሐይን ተከትሎ ይሄዳል። ከአላህ ውጭ ያሉ ጣዖቶችን ሲያመልክ የነበረም ያመልከው የነበረውን ነገር ተከትሎ ይሄዳል። አላህን ተባረከ ወተዓላ በብቸኝነት ያመልኩ የነበሩ የሰው ልጆች ይቀራሉ። በርሁም ወፋጅሩም፣ ኢማናቸው ጠንካራ የሆኑትም ኢማናቸው ደካማ የሆኑትም በአላህ ግን በጭራሽ ያላሻረኩ የሰው ልጆች ለብቻቸው ይቀራሉ፣ ሁሉም አምላኩን ተከትሎ እየሄደ። ይህኔ እያንዳንዱ ህዝብ እየሄደ እናንተ ለብቻችሁ እዚህ ምን አስቀራችሁ ተብለው ሲጠየቁ እኛ ጌታችንን ነው የምንጠብቀው ይላል። ይህኔ እኔ ጌታችሁ ነኝ ይላቸዋል። ነዑዙ ቢላሂ ሚንክ ይላል፣ ካንተ በአላህ እንጠበቃለን። ዱንያ ላይ ከሰው ልጆች ጋር መኖር እየፈለገን በዲናችን ምክንያት በብዙ ነገር ከሰዎች ተገለን ኖረናል። ዛሬም ቢሆን ጌታችንን አግኝተን ወደ ጌታችን እንጂ አንሄድም፣ አላህ ላይ አሻርከን አናቅምና የሚል ምላሽ ይሰጣል። ይሄኔ ፈሀል በይነኩም ወበይነሁ አየቱን ተዕሪፉነሁ ቢሃ፣ ጌታችሁን የምታውቁበት ምልክት አላቸው እንዴ ተብለው ይጠየቃሉ። ቃሉ ነዓም፣ አዎን ጌታችንን እናውቃለን፣ ቁርአን ላይ ራሱን አስተዋውቆናል የሚል ምላሽ ይሰጣል። ይህኔ ፈዩክሸፉ ዐን ሳቅ፣ አላህ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ላይ ያስቀመጠው ምልክት አለ። የውመ ዩክሸፉ ዐን ሳቅም ወዩድዐውነ ኢለ ሱጁድ ፈላ የስተጢዑን፣ ምልክት አለ ቁርአን ላይ የተጠቀሰ። ያ ምልክት ሲነገራቸው ትክክለኛ አማኞች ጌታቸውን በሚያዩበት ጊዜ ስጁድ ይደፋል። ፈላ የብቃ መን ካነ የስጁዱ ሊላሂ ሚን ትልቃኢ ነፍሲሂ ኢላ አዚነ ላሁ ለሁ ቢስጁድ፣ ዱንያ ላይ ከልቡ ለአላህ ይሰግድ የነበረ ሁሉ እዛም መስገድን አላህ ይፈቅድለታል ያስችለዋል። ወላ የብቃ መን ካነ የስጁዱ ሊላሂ ኢትቃአን ወሪያአን ኢላ ጀዐለ ላሁ ዘህረሁ ጠበቀተን ዋሂዳ፣ ዱንያ ላይ ለሰው ብሎ ለይስሙላ ብሎ ለይሉኝታ ብሎ ይሰግድ የነበረው በሙሉ ጀርባው ወጥ ይሆናል፣ አልታጠፍ ይለዋል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስጁድ ማድረግ በሞከረ ቁጥር በማጅራት ወደ ኋላ ይደፋል፣ ስጁድ ማድረግ ያቅተዋል። ትክክለኛ አማኞች ከስጁዳቸው እንዲነሱ ይፈቀድላቸዋል። ثم يرفعون رؤوسهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، እነሱ ከተነሱ በኋላ ሲራጥ እንዲዘረጋ አላህ ያደርጋል። ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመጀመሪያ ሲራጥን የማልፈው እኔ ኡመቶቼን ይዤ ነው አሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም።
የዱንያው ሲራጥ ላይ መጨረሻ ያለፉት የነቢዩ መስዎች ናቸው። የዱንያው የአላህ መንገድ ላይ ለመጨረሻ ያለፉት የነቢዩ ሰላቱ ወሰላም መስዎች ናቸው። እኛ የመጨረሻዎች ነን፣ ከፊት ምንገባውም እኛ ነን ብሏል። ሌላ ሐዲስ ላይ ዱንያ ላይ ከመገኘት አንጻር የመጨረሻ ኡመት ነን፣ ከነቢዩ ኡመት በኋላ ሌላ ኡመት የለም። ያኒ ሌላ ነቢ ተልኮ አዲስ ሸሪዓ ይመጣል። ነገር ግን መጀመሪያ ጀነት ምንገባው መጀመሪያ ሲራጥን የምንሻገረው እኛ ነን ብለዋልና ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ሲራጡ እንደተዘረጋ ለመጀመሪያ እማልፈው እኔ ነኝ ኡመቴን ይዣ። በዛ ቀን ላይ ወላ የተከለሙ የውመ ኢዚን ኢላ ሩሱል ረሱሎች እንጂ የሚናገር የለም አሉ። ሁሉም የሰው ልጆች ስጋት ላይ ሆነው ፍርሃት ላይ ሆነው ድንጋጤ ዝም ያስብላቸዋል። ዱንያ ላይ ተናጋሪ የነበሩ ደፋር የነበሩ ምላሰኛ የነበሩ ጀግና የነበሩ ሁሉ ያን ቀን ጭንቅና መከራ ጸጥ ያስብላቸዋል። ሰዎች ሁሉ ልባቸው ባዶ ይሆናል። ወአፍኢደትሁም ሀዋ የሚናገሩት ረሱሎች ናቸው። ረሱሎችም ማንኛውም ንግግር አይናገሩም። ወከላሙ ሩሱል የውመኢዚን አላሁመ ሰሊም ሰሊም ለረሱሎች ይናገራሉ ሲባል እነሱ አይፈሩም፣ አይደናገጡም፣ አሕዋላቸው አይቀያየርም ማለት አይደለም። የእነሱም ንግግር ቢሆን የተገደበ ነው። አላህ ሆይ አድን አድን፣ አላህ ሆይ አድን አድነን እያሉ ብቻ ነው ዱዓ የሚያደርጉት። ጀሀነም ላይ እሾሆች አሉ፣ መንጠቆዎች አሉ፣ የሰው ልጆችን ተሻጋሪዎችን የመነተፉ እያደናቀፉ የሚጥሉ ልክ እንደ አዱንያ ሰዕዳን በመባል እንደሚታወቀው እሾህ አሉና፣ ነገር ግን ላ ያዕለሙ ቀድራ ዒዘሚሃ ኢላላህ። እሾሁ አኼራ ላይ ያለው የአዱንያን ሰዕዳን ይምሰል እንጂ ትልቀቱን አላህ እንጂ ማንም አያውቀውም አሉ። የሰው ልጆችን የወጋ የጠለፈ የሚጥል መንጠቆ እሾህ አለ። የሰው ልጆችን በስራቸው ሁኔታ በኃይል የመነተፍ የሚጥላቸውም አለ። አደናቅፏቸው ከስራጡ ላይ ደንግጠው እንደ መውደቅ ብለው የሚነሱም አሉ። እዛ ውስጥ ገብተው የሚቀሩም አሉ አሉ ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ስራጡ ላይ ወድቆ ለረዥም ጊዜ እዛ ውስጥ ቆይቶ ወይም በአላህ ረሕመት ወይም በነቢዮችና በሷሊሖች በሙእሚኖች ሸፋዓ የሚወጣም አለ። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ይህ ሐዲታቸው ላይ የነገሩት ወስፏል። ዱንያ ላይ የሰው ልጆች የተለያዩ ሀዋና ስሜትን እንደሚከተሉ፣ ሐቅን የተከተሉ ሰዎች አኼራ ላይም ቁጥራቸው ውስን እንደሚሆን፣ ከሰዎች ሁሉ ተነጥለው እንደሚቀሩ ተናግረዋል። ፀሐይን ያመልክ የነበረ ፀሐይን ተከትሎ ይሄዳል። ጨረቃን ያመልክ የነበረ ጨረቃን ተከትሎ ይሄዳል። ጣዖቶችን ያመልክ የነበረ ጣዖትን ተከትሎ ይሄዳል። በአላህ ያላሻረከ ብቻውን ይቀራል ብላ በአላህ ያላሻረከ ወንጀልን ያልተዳፈረ ግዴታን በሙሉ የሚችለውን ያክል የተወጣ በሰላም ሲራጥን ተሻግሮ ጀነት ይገባል። በአላህ ያላሻረከ ነገር ግን አንዳንድ ወንጀሎችን የተዳፈረ ሲራጥን የተሻገረ ሳለ እንቅፋቶች ያደናቀፉ ይጥሉታል። መንጠቆዎች ይዙታል፣ እሾሆች ይዙታል። በስራው ልክ ብለው አነቢ ሰላቱ ወሰላም ፈሚንሁም መን ዩበቁ ቢዐመሊ በሰራው መጥፎ ስራ ምክንያት ስራጡን መንገዱን ማጠናቀቅ ተስኖት የሚጠፋ የሚከስርም አለ። እዛ ውስጥ ደግሞ እንደ መውደቅ ብሎ ደንግጦ የሚነሳ አለ ብላ ከአሁን ቀደም ስራጡል ሙስተቂምን ስናብራራ መንገዱ ላይ ቁጭ ብለህ በተነሳህ ቁጥር ወደኋላ ትቀራለህ ብለናል። ዱንያ ላይ አቋምህ በተቀየረ ቁጥር፣ ወንጀልን በተዳፈርክ ቁጥር፣ ግዴታን በተውክ ቁጥር የአኼራው ስራጥ ላይ የመውደቅ እድልህ የመደናቀፍ እድልህ እየሰፋ ይሄዳል። የረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት በአላህ ያላሻረኩ ሰዎች አኼራ ላይ ሁሉም ሲበተን ወደ እሳት ሲሄድ ለብቻቸው ተነጥለው እንደሚቀሩት ዱንያ ላይም ሰዎች የተለያየ ወንጀል ውስጥ ሲገቡ ተነጥለህ ልትቀር ይገባሃል። ሲራጠል ሙስተቂም ላይ ካለ እዚህ እንደፈለገ የሆነ የፈለገውን ሁሉ የተከተለ እዛም አላህን ተባረከ ወተዓላ ለቆ ከሙእሚኖች ተለይቶ መሄዱ አይቀርም። የሰው ልጆችን እየፈለግናቸው ከነሱ ጋር መኖር እየፈለገን ተነጥለን ቀርተናል። ዛሬም እነሱን ተከትለን አንሄድም። ለሱ ብለን ስሜታችን የተወንለት ለሱ ብለን ብዙ ነገሮችን ያደረግንለት ጌታችን ሲመጣ ነው የምንሄደው የሚል ምላሽ ነው የሚሰጡት። ይህ ከዚህ ከአዱንያ ሊጀምር ይገባል። አስመሳይ የሆኑ ሰዎች እዛ አኼራ ላይም ከሙእሚኖች ጋር ተቀላቅለው ይቀመጣሉ። አላህን ነው የምንጠብቀው ይላል።
دنيا لاي اسمس لو اتال لو عند نوروت زام اتال لو ميالفو يمسلات جهان دنيا لاي اتال لو تمساس لو عندهون اللات جو منور عند شالو ثلو اخيران بزي ملكو مياوات اتشو مسلات جو كمؤمن وشقا تكالاك لو بقومو بت الله سبحانه وتعالى يعني يليات جوان وامتازوا اليوم ايوه المجرمون دميبا دنيا لاي الله بلو كلب يسجد انا بره بمولو الله ان سياغن تكلكلنيون سجود سيادرك لا سويه تابلو لا الدنيا بيتكما تكمبلو لا وري بلو يسجد انا بره فيكون ظهره طبقه واحده النبي صلى الله عليه وسلم جرباو عند انجت قتلال ركوع ما درغا يشلم سجود ما درغا يشلم قال ما شال كله الف فيخر على قفاها بما جرات ولوها لا يدقل يدف يهني الدنيا لا يسياتالو اندنبرو زم دتتاللو يغباچا ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ولكن يتوسن كمؤمن وجغا برو مقويتاچو تسفا اندي سماچو يميادرغ بيهونم حقيقه من ليبت سنديو كنكردادو تليتو ميوطابت كستت يكستال الله تبارك وتعالى صراط دارچا كبابي لاي لك غوزو ليجمر سيبال هايلنيا چلما اندي ورد يادرغا ماننم مايت مايچلبت اندر مجانقوا مشاغر مايچالبت كبار چلما يفدار الله نور ستوت انجي برهان ستوت انجي يسو خاص شيونه يقل مبرات يزونجي مقواز مرامر ما يتشالبت كبار جل ما يفتر يهننم الناس هاتين عائشة رضي الله عنها ينسي سمو تقدق على جل ما اندم يفتر سي سمو أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سماين نامدر اندال نبروت بميهون وبت وقت يسو رجوت شيئتنا وميهون وتبلو رسول صلى الله عليه وسلم تأيكوا كدام مسيل صحابوك رسولنا عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يوم القيامة بلو نتيك ويتنا كزام اسكتلن حفصة رضي الله عنها قرآن لي وإن منكم إلا واردها تبلوها لأنتو دقمو بيعة الرضوانا مبايعة يادرق أساتي قبان بلوان إيالو تيكوان أزيه دقمو الناتا جنعشة رضي الله عنها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سماينا مدر ليلة فتور بميهون بتوقت يسول وجوه جيتنا ميهونوت هميل تياكي تأييكاوا صحابوك دقاء قدمتوك أكالات شونجي دنيا لينور ينبرو قلبات شو أخيرا دنبر إميا ساي تياكي تللق صحابوك يوم بجنتي تمسكر الله شو كما نمقا ياخيرا قدس جنكوات شو سقتو رسولني تأييكال بزا ساعتي سول وجوه ميهونوت سراط الله ينبولا النبي صلاة والسلام سراطا بمي ألفو بزكزي يسول وجوه بنورات شو لكنا مي ألفوت سراط كتنته تغلصوا سلته تغلصوا كسر يالو ترى ونز አይደለም جدل አይደለም جهنم نيالچ التي تطلع على الافئده سونتن سغان اتنتن بلتو لب لاي ميزلق قاتلون يمياسكتل اسات نو كسر يال دنگتون كادالتو تيودق سو مالك كسر اندالو جدل تنكر يال دلي አይደለም ميزرغو متالفو بدليو አይደለም بايمانه نو متالف لزيم النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يكون نوره كالجبل ذلك يسول وجوه سيالفو ولا سنقرال يفتنة درجال سراطو لي بميارفو بسكزي يبرهان درجال كبرهان وانزار الله تبارك وتعالى مؤمنو اتشنا دنيا لي سراط المستقيم لي بمقوازات شو يدين هق لي كأتب مالاتات شو مكنيات سراطا مشاقر يميك قبات شونا يامس هسلو ياتتللو كويتو مالف ما يقبات شو سووات شن بتقبار لما ليت نور برهانا نيسادا يميس ستوت برهان قارا مياكل الله شو سووات شن تلق قارا مياكل برهان ميس ستوان كالنسو استم عند تيمر زافن مياكل برهان ميس ستو سووات شن كالنسو استم عند يكومن سو يمياكل برهان يميس ستو سووات شن رزمت ورقته كالنسو استم አውራጣትን የሚያከል ብርሃን የሚሰጡ ሰዎች አሉ። አንዴ የበራ አንዴ የጠፋ ያስቸግራል ብለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዝቅተኛ ኑር የሚሰጠው እንዲህ አይነት ሰው ነው። ይብሃምን የሚያከል አውራጣትን የሚያከል ብርሃን የሚሰጠው። ይሄን ጋራ ከመያከሉ ርዝመቱ ስፋቱ ነኽላ ተምር ከመያከለው አነዛ ጽሩት። ሁለቱም በሰራቸው ያገኙት። ወይላ ይሄ ለአላህ ዘመድ ሆኖ ይባድ ሆኖ አይደል?
الله تبارك وتعالى كان يجي على جنينة إيمان يعمل جنينة نون. ومنهم من تحوطه الظلمة من كل ناصية كان السوستم زوريا وبجلما ميكبب ميوات أم مالان عليه الصلاة والسلام. إهنن كستتنا هنيتم الله تبارك وتعالى بقرآن أنجز وشتين أقرن يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمان وجهي توبوا إلى الله توبة النصوحة ترت على من ملسا تككلن يا توبة أدرقاتش ودى الله تملسوا يهن يا رقاتش وندهون الله تبارك وتعالى وانجلاتشهن ليارراق فلاتش جنة لياسقباتش كالقبتوال ماشي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نبينا كساتشو غاي آمنوا يساتشو المنقري تكتلوا سووتشن بما يسافر بثقن لاي ان انتن الله جنة يسقباتش كتوبتاتش توبتاتش كامار دين لاي كتكالاتش يعني نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يا نبينا نبينا تكتلوا سووش نوراتشو برهاناتشو كفيتاتشو كغراك أنياتشو أبراتشو يهيدال عندن زكواش لاندالو منافقوش كمؤمنو جغا تكالاك لو ميداو لايك أمو سلانا برنا إنيام الله ننتبقالن يلو سلانا برا اسك سراط وادار الشادرس يتوسن برهاني ستاتشو هالجلانجل تسدن بلو دس سيلاتشو لك جوزو سيجمر برهان ويتفعل يبلت الدنا برال ويدنا قدال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم برهانا اللي يبلو دس بلوت جوزو سيجمر دنقت يتفاب بسونا سيجمر مني برهان اللي يبلو تسفى قردسو عن دار اللي فدنقت لبو تدلي لشلا الله أني أتالو اندنا برو مؤمنو اتشل ما أتال لي موكرو اندنا برو دنيا لي أخيرا لي متال لها ياهم ينسو متالل أدقين يابوت علي متاللو ميقو دور راساتشون دنيا لي الله أني أتاللو يمسلات شوال وملاسات شوان ولبات شو ريلا عند بوت علي شونو عند قوام ليرا بوت علي شونو ليلا قوام ينزبار بكو يعني يغن مدفو بوت علي يازال يمنافقو تجزاوي برهان سراطون سي جمرو سي تفابات شو سيايو مؤمنو تجنة قالو دعاة شو من يونال ربنا أتمم لنا نورنا لمنافقوش نور ستة ملس عند أطفاه باتشو ينيانم نور برهانات شرن أتتفابن أتمم لنا ملو أدر قلن زلاك أدر قلن واغفر لنا مارن إنك على كل شيء قدير أنت هلو ما درق يمتشل قيتانه اندميلو زاري الله نقرونا زاري كتوبت كنا سباينك الله كاستكاكلك وانجلن كتوك يا الدنيا وسراط رأي كتكالك أخيرا لي سراط بسلام تشاقر الله يا أخيرا جلما موتات متشربة ملو نور تاقنيال توبوا إلى الله توبة النصوحة تككلن يترت على توبة توبة إنكارك جزاء الله جزاء جنة تقوال ماشي نبينا أمانيوش ما يافروا بثكن لي مفهومو نبينا يلتكتلو ساتشوني المسلو سووش يافرالو يواردالو ميواردالو بثبزو ملكا لاندو سراط قاسي درسو يجلم باتشا عند رمجاونكوا يا لبرهان مرامد ما يجالبت أركتو جقبت دام سفين جهنم دلدي عند الدنيا وسن متروش يالو دلدي يالي جقبت دام رجم كسر يالو جهنم دلقت سبا عمت ودتاش بتورد يما يزلق كسر يالو بتورد لتدنم لا تدنم تشلال له ميبارد بتارل ساتن يالي شو متقبل فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية يقالت ساتنا متقبلونا متاستناكد للأن ينقذ العيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تككلن يا أمان واندوش جنات تككلن يا أمان سيتوش يقيام كان تاتشو الله فمن هنا يتالي يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نوراتشو إيماني ملكام سرع برهاناتشو عجبواتشو يسراط منقر أبرثو اللاتشو ب ملكام سراتشو مكنيات الزولة يالو بشراكم اليوم جنات يبالا زاري انانتا مدسشاتشو مبسرياتشو جنتنات بزو عينة ونزوج يمار يوتت يوها عند الدنيا بشتانا راسا مسات يما يسكتل خمر يعلبت جنة استقبالاتشو ذلك هو الفوز العظيم يبالا نعم.
አላህ ተባረከ ተዓላ የቂያም ቀን ተከክለኛ አማኝ ወንዶችና ተከክለኛ አማኝ ሴቶች አዱንያ በአላህም ነው መልካም ስራ ሰርተው ስሜታቸውን ተቆጣጥረው ባገኙት ኑርና ብርሃን ታጅበው ድግድግ ያለውን ጨለማ እየሰነጠቁ ሲራጡን በሰላም ተሻግረው ጀነት እንደሚገቡ ጀነት ላይም የተሟላ ጸጋን እንደሚያገኙ ሲነግረን እዛው አስከትሎ ደግሞ ሙናፊቅ ወንድና ሙናፊቅ ሴቶች ብርሃኑ ሲጠፋባቸው ሙእሚኖችን መጣራት እንደሚይዙ አላህ ነግሮናል። ዱንያ ላይ ተከላክለው በልብስ ተመሳስለው በመላስ ከሙስሊሞች ጋር አንድ የሚያደርጉ የሚመስሉ ቃላቶችን ተጠቅመው በሰላም እንደኖሩት አኺራም በዛ መልኩ አብረው ተደብቀው የሚያልፉ መስሏቸው ነበርና ሐቂቃውን ሲያዩትና ያንዳንዱ የሰው ልጅ የራሱን ኑር ተጠቅሞ እንደሚሄድ ሲያዩ ዩናዱነሁም ሙእሚኖችን ይጣራሉ። አለም ነኩም ማዕኩም ዱንያ ላይ አብረን አንነበር እንዴ? ዒድ አብረን እንሰግዳን ነበር? ሶላት አብረን እንሄዳን ነበር? ሐጅም ሄደን የለ እያሉ አንዳንድ አብረው በዛሂር ያደረጓቸው ልባቸው ሳያምንበት ልባቸው ሳይፈልገው ሊላህ ብለው ሳይሆን አካላቸው የተገበራቸው ነገር ግን መጥፎ ስራቸው የደመሰሳቸው መልካም ስራዎችን ያነሱ አለም ነኩም ማዕኩም እንዙሩና አንዴ ፊታቸውን ወደኛ አዙሩ ይሏቸው። ሊማዳ ነቅተቢስ ሚን ኑሪኩም ከእናንተ ኑር ከእናንተ ብርሃን ተጠቅመን ስራጡን እንሻገር ዘንድ አንዴ ዞር ብላችሁ ይሁን ይሏቸው። ሙእሚኖችም እነሱ ጥያቄ ስላቀረቡ ብቻ ዞር ብለው አያያቸው። ምክንያቱም የአኼራ ሓልና የአዱንያ ሓል አንድ አይደለም። ዱንያ ብዙ ነገሮች አስገድደውህ ልታደርግ ትችላል፣ አዘነ ልታደርግ ትችላል። ያኔ ነፍሲ ነፍሲ ነው፣ ማንም ማንም አያናግርም። በሰላም የመሻገር ጉዳይ ብቻ ነው ሰዎች የሚያሳስባቸው። የፍሩን መሩ ሚን አኺ ወኡሚሂ ወአቢህ ሀውሉል መጥላዕ ዐዚም ጀደን። ነፍሰጡን የነበረች ሴት ማህፀኗ ውስጥ የነበረውን ፅንስ መቼ እንደወጣ ማታቅበት ቀን፣ የታቀፈችውን ታጠቢያ የነበረው ልጅ የት እንደወደቀ ማታቀበት ቀን ነው። ይህኔ አስደንጋጭ መልስ ይሰጣቸዋል። ቂለ ርጅዑ ወራአኩም ፈልተሚሱ ኑራ፣ ወደ ዱንያ ተመልሳችሁ ብርሃን ፈልጋችሁ ይዛችሁ ኑ ይባላል። ፈመን ለም የጅዓል ላሁ ለሁ ኑረን ፈማ ለሁ ሚን ኑር። ያኔ አላህ ኑር ያልሰጠው ብርሃን ያልሰጠው በዛ ሰዓት ከማንም ሊዋስ አይችልም። ኢማንን ማዋስ እንደማይቻለው ሁሉ አኼራ ላይ ብርሃንን ማዋስ አይቻልም። ወደ ዱንያ ተመልሳችሁ እስላም ላይ ሲራጥ ላይ ቀጥ ብላችሁ ወንጀልን ትታችሁ ኸይርን ስራ ሰርታችሁ ኑና ብርሃን አግኝታችሁ ትሻገራላችሁ ይባላል። ግን ወደ ዱንያ መመለስ አይቻልም። ሀይሃት አይደለም ወንጀል የሰሩ ሰዎች ተወብቼ ተስተካክዬ ልመጣ ወደ ዱንያ መልሱኝ ብለው ጥያቄያቸው መልስ ሊያገኝ ቀርቶ ፊ ሰቢልላህ ነፍሳቸውን ያጡ ሰዎች እንኳ ድጋሚ ወደ ዱንያ ልመለስ ቢሉ አኼራ ከመጡ በኋላ መመለስ የለም ሌላ ነገር ተመኝ ነው የሚባሉት። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጃቢር ብን ዐብድላህ ያ ጃቢር አላህ አባትህን አኼራ ላይ ቀጥታ አናገረው ምን ትፈልጋለህን ብለው ጠየቀው። ድጋሚ ወደ አኼራ ወደ ዱንያ ተመልሼ ፊ ሰቢልላህ ድጋሚ መስዋዕት ፈልጋለሁ ሲል ይሄም ከማይሆን ነገር ነው አለው ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሑድ ዘመቻ ላይ የሞቱትን አብዱላህ ኢብኑ ሐራምን አኼራ ላይ የገጠማቸውን ጸጋ ኒዕማ ክብር ገልጸዋል። አላህ ዘንድ ከመከበራቸው የመጣ ምርጫቸውን እንኳ ተጠይቀው የጃቢር አባት ምርጫቸው ወደ ዱንያ መመለስና ድጋሜ ፊ ሰቢልላህ መገደል ሆኖ በተገኘበት ጊዜ ይሄ የማይስተናገድ ጥያቄ ነው ተብሏል። ማንም ከሞተ በኋላ አይመለስም። ይበልጥ እንዲዘዘቱ እንዲቆጩ ሐቂቃውን እንዲያውቁ የሚያደርግ ጥያቄና ትእዛዝ ነው። ዛሬ ዱንያ ላይ ሲራጡን ያልያዘ ለሲራጡ አጋዥ የሆኑ መሳሪያዎችን ያልታጠቀ አኼራ ላይ በሰላም ሲራጥን መሻገር አይችልም። ከልብህ ልታምን የሲራጡ ጉዳይ ሊያሳስብህ ይገባን። ፈልተሚሱ ወራአኩም እርጅዑ ወራአኩም ፈልተሚሱ ኑረን ይባለው ነገር ግን መመለሻ መንገድ የለም። ከፊት ለፊታቸው ትልቅ አዛብ ይጠብቃቸዋል። ይህኔ ሙእሚኖች እንዲያዝኑላቸው በተደጋጋሚ ጥሪ ቢያቀርቡም ከእናንተ ጋር አልነበርንም እንዴ ዱንያ ላይ ቢሏቸውም ቃሉ በላ አዎን በአካል ከእኛ ጋር ነበራችሁ፣ ነገር ግን ወላኪነኩም ፈተንቱም አንፉሰኩም ዱንያ ላይ ያላችሁ ወንጀል በመስራት ነፍስያችሁን አጠፋችኋት፣ አከሰራችኋት። ወርተብቱም በአኼራ ጉዳይ ላይ ተጠራጠራችሁ፣ እርግጠኛ አልነበራችሁም። ወተረበስቱም ሙእሚኖች ላይ ጥቃት እንዲደርስ
ሙእሚኖች እንዲጠፉ ትጠባበቁም ነበር ተስፋም ታደርጉ ነበር ዱንያና ሸይጣን አታለሏችሁ ዛሬ እዚህ በአስቸጋሪው ቀን ላይ ሚያዋጣችሁ ነገር የለም ምትይዙት ምትጨብጡት የለም በማለት መልስ ሰጥተው እንዲጸጸቱ ያደርጓቸዋል ዱንያ ላይ ሆነው ይሰሙት የነበረውን ነገር በአይን ብሌናቸው ያያሉ ወደ እሳት አይናቸው ያየ ይነዳሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንኑ የሶራጥን ጉዳይ አስመልክተው ሲናገሩ قيل يا رسول الله ما الجسر تبال جسر من دنوا لواچو اخيرا لاي قالو نغروش محل عندو جسر نونا قال جسر مالت دحض مزله ومزله جسر مالت شراط مالت نو مشغاغريا مالت نو نغرغن بتدغاغامي يادالته يميتل دلدي مالت نو عند الدنيا قد ياله سووش تدنققو كترامدوبت ሊያልፉት የሚችሉ አይደል ባህሪው ራሱ ሚያዳለጥ የሰው ልጆች በሚያልፉበት ጊዜ አህዋላቸው ይለያያል ብርሃናቸው ኑራቸው እንደሚለያየው ሁሉ በአይን ቅጽበት የሚያልፉ ሰዎች አሉ ነሰለላሁ አንየጅዓለና منهم አይነን ጨፍኖ ከድኖ መግለጥ በሚቻልበት ቅጽበት የሚያልፉ ሰዎች አሉ እንደ መብረቅ የሚያልፉ ሰዎች አሉ በመብረቅ ፍጥነት በልጭ ብሎ በሚጠፋበት ፍጥነት የሚያልፉ ሰዎች አሉ እንደ ንፋስ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። እንደ ፈጣን ፈረስ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። በመካከለኛ ፍጥነት እንደሚጋለብ ፈረስ የሚያልፉ ሰዎችም አሉ። እንደ ኃይለኛ ሯጭ የሚያልፉ ሰዎችም አሉ። እንደ መካከለኛ ሯጭ የሚያልፉ ሰዎችም አሉ። ኖርማል እርምጃ እየተራመዱ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። በዳዴ እየተንፋቀቁ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم النبي صلى الله عليه وسلم በሰላም ይወጣል ወድቆ ደንግቶ መጨረሻ ላይ ይድናል ጀሃነም ላይ ሚንከባለልም አላሉ ሱራቱ አህዋሉ ከባድ ነው አይነቱ ብዙን የሰው ልጅ ከሳት ከዳነ ሱራጥን ከተሻገረ ከዚህ የበለጠ ደስታ የለም ከዚህ የበለጠ ሰላም የለም ከዚህ የበለጠ ተስፋም የለም ትልቁ ምኞታችን ሱራጥን በሰላም ተሻገረን ጀነት መግባት ከነብዮች ከወልዮች ከአላህ ደጋግባሮች ጋር መገናኘት ሊሆን ይገባል። ይሄን ዛሬ ዱንያ ላይ ባይኖቹ ማህል ያላደረገ ሰው የልብ ትርታው ይህ ያልሆነ ሰው አኺራ ላይ በሰላም ሊሻገር አይችልም። ያ ዱንያው ሲራጥ ላይ ያሉ ፈተናዎችን ተቋቁሞ ቀጥ ያላለ ያኺራው ሲራጥ ላይ መቋቋም አይችልም። ብዙ ፈተናዎች አሉ። ሲራጡ ብቻ ስስ መሆኑ በቂ ነው ለመደንገጥ ለመዘጋጀት። ምትቆምበት ምትራመድበት ድልድይ ከቢላዋ ከሰይፍ የበለጠ የሰላ መሆኑ ሊያስደነግጠ ይገባል። ጨለማ መሆኑ ሌላ ድንጋጤ ነው። ረጅም መሆኑ ሌላ ድንጋጤ ነው። ከስር ያለው ጀሃነም መሆኑ ሌላ ድንጋጤ ነው። ዳርና ዳሩ ላይ ሚጠልፉ ሚመነትፉ ነገሮች መኖራቸው ሚያደናቅፉ ነገሮች መኖራቸው ሌላ አስደንጋጭ ነገር ነው። አኺራ ላይ ሲራጥ አለ። ከሲራጥ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ብዙ መከራዎች አሉ። ይሄ ሁሉ መከራ መሻገር መዳን የሚችለው ዛሬ ዱንያ ላይ ስሜቱን ነፍስያውን ሸይጣንን አሸንፎ አንድና ብቸኛው ሱራተ ሙስተቂም ላይ የጸና ሰው ሁለቱም ሱራቶች የተያዙ ናቸው ሙእሚኖች ተሻግረው ጉዞ ተጠናቆ ለራሳቸው እፈይ ካሉ በኋላ ዱንያ ላይ ያለው ሱራት ላይ መተባበርና መመካከር መረዳዳት እንዳለው ሙእሚኖች ዘንድ ያኺራው ሱራት ላይም መተሳሰብ መረዳዳት ይኖራል ሙእሚኖች ራሳቸው ከዳኑ በኋላ አንዳንድ ዱንያ ላይ ሱራት ላይ ያገኙአቸው የነበሩ ሰዎችን አንዳንድ ጉድለቶች ገጥመዋቸው ከነሱ ጋር ከሱራጡ ማዶ ሲያጧቸው የታለ ጓደኛዬ የታለ ወንድሜ ያሉ የሚጠይቁበት ሁኔታ እንደሚፈጠር ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ማሚንኩም ሚን አሐድን ቢአሸደ ሙናሸደተን ሊላሂ ሚን ኢስቲፋኢል ሐቂ ሚን አልሙእሚኒና ሊኢኽዋኒሂም አልለዚነ ፊናር ያ ረብ ከኔጋ የነበረ ወንድሜ ያለ ወዳጅ ያለ ከኔጋ መሻገር ያልቻለ ያሉ የሚጠይቁበት ሁኔታ አላህ ተባረከ ወተዓላ በረህመቱ የጣላቸው ወንጀል መለስተኛ ከሆነ በሰላም ለተሻገሩ ሰዎች ክብርና ደስታ በማለት ሂዳምጣው ብሎ ይፈቅዳል አላህ ተባረከ ወተዓላ ነብይ እንዳለ ሰላተ ሰላም ሄደው የተወሰነ ሰው ያመጣሉ ከዛ በኋላም አላህ ተባረከ ወተዓላ ልብ ውስጥ ያንድን ሳንቲም ግማሽ የሚያክል ኢማን ያለን ሰው አምጡ ይላል ይሄ የተወሰነ ከተቀጡ በኋላ እንደ ወንጀላቸው ብዛት ማለት ወንጀላቸው ትንሽ ሆኖ ወድቀው አማኞች እንደተሻገሩ ሲያጧቸው አላህን እናገረው ሄደው የሚያወጧቸዋሉ የተወሰነ ጊዜ ከቆዩ በኋላ አላህ ራሱ ያንደን ሳንቲም ንስፉ ዲናር ኢማን ያለውን ሰው አምጡ የሚልበት ሁኔታ አለ
هيدو اندي عينت إيمان يالله ونسو مؤمنو الشفاعة درقايا وتعالى كذابوها لدقمو مثقال ذرة أنت أثنى من يأكل إيمان لبوست يالله أوتو بمانة الله فقدان بزي مهل قني يالله يأسات كويتا من دمي مسل لتاسوي قبه لأفتا نبالبالو بچا يمينك أتشو سووش تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون قنباراتشو كنفراتشو يتهج أمات ددوناتشو سات قرفاتشو انفالوتو قرفاتشو لالله تبارك تعالى جهنم سووش يا الدنيا نساتنكوا كتوسن ركت بلاي متقات أنجل هرلم سونتاتش مولو زاوز تقرفتو بسكندوش وما يكرو سكندوش سونتن دان نبريك عيان يا الدنيا سات يا الدنيا سات كاخيرا سات بس لسا زيتين پرسنت النبي بلت نبي تناقروا عليه الصلاة والسلام صلاة جرس وتشاقروا كذبوها لا راسات شونوكو قراغن يايتو قوادن يايتو فلقو كاتو بوهالا أمتولين قوادن يايم بلو سكيتا يكو درس باللو كفتة تسات استمكو يتلقو ردت الناس قايم كذبوها لما نسو قفتا واوتتو مياكو تنسو جرسو كاوتو بوهالا قماش سانتيم يمياكل إيمان اللونسو أوتو تبلو دقامي هيدو سكاوتو مكو يتم ليلا كفالة سكاي درجان كنتاثن متاكل إيمان اللون موتو تبلو رقمو ميتازو كتوسن قزيبو هالا كذام الله تبارك وتعالى نبيو الصالحوش وليوش مؤمنوش شفاعة درقو لنسو كبر تبلو وداجو تشاچو مياباتشو سووش مؤمنوش كساتن ديوتو تدرق انيبو تشانن يا رحمتي انوديت يا لا سايهوت بمالت الله تبارك وتعالى كجهنم يتوسنوا سووشن زغنو انديوتو يا درقال لالو رسول صلى الله عليه وسلم سماتشو عتقاء الله ببالان الله تبارك وتعالى براسو رحمت كجهنم نزايا وداشتشمات نقرقن سيوتو يخرجون همما كسل هونو نميوتو تانو صلى الله عليه وسلم كسراط بمودكاتشو ساتوست يتوسن اكزي بمكويتاتشو همم هونو يوتالو كذا وهالا يجنة ونز دار الشالا يتعلالو غرف يزوت يمتا تراتري يهل يونزو اتش دار الشالا عندما يادقو كسيالو سونتاتشو يتملس مجرر شالا يتوسنو ملكتوش بچاكارتو ودى جنة ديقو يفكر الله شوا نقرقن جنة سيقو كسراتو ورقو جهنم سكويتو يمتو سووچ ميل سيامي لتفبات چوال سووجن الجهنميون يبارال كجهنم يمتو تبارال كغزي بوهالا ودا الله تبارك وتعالى يچوال يهين يمياسافر سيامي متريا اسوگدلن يلال الله تبارك وتعالى اندي ترو ادرگواچو كذا بوهالا ورق تدرگولاچو ودا جنت يگبالو النبي صلى الله عليه وسلم لمندن ورق ميدرگلاچو الله اندا تراچو يقر اندالاچو اند ورق اندا مارو لما سايت ورقة تدرقوا اللاتشو يقبالهم الله تبارك وتعالى ما أننا ما يبدلهم كنتاثنا متاكل إيمان يالوسو أنه يتعدرك الله تبارك وتعالى مؤمنوشن أيا سافر مسون يا كبرون يا كبران راساتشو مداناتشو بسلام مشاقراتشو اندار لهونو لنسو كبر تبولو وداجاتشون مياكو تنسو هيدو كجهنم أوتو إبالان فالله تبارك وتعالى أخيرا لهم يونون نقر زارين أقروهان يا خير انصراط زيهو دنيا لي يالن من اندمي مسل رسول صلى الله عليه وسلم تناقروا قلت بهون ملكو بيانا درقوا يسراط من قد يا خير انصراط دنيا لي قلت سوتا أخيرا لي مداني فلق زاري يمن قدو جعفزين ون يالو عند بلو يمن قد لي انقتون دفتو لي قوازي قبال زيه دنيا لي تسراطو بتنشرات تنقدر سميت هاتشنن بتكتل انقدر لأخيرا ودقنيا أساد كلاليب أشوه راساتشن يدارغن اندهونا بموك لنتنككنا لنزجاج يقبانا سراطون يتشاقروا سووتشن الله تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا إلاجا تزاربها لا ملو دستين ستتشاكوا اللو بلنانتم دستين يهوني اللو مجيم مالك واتاكوهم إلاجا لما أنهم يالسدهون كبر زقا ستهنيان إلال مجرد شامتا سراطن يتشاقروس سراطن مشاقر تلقي هون زقا لذا يهين يا أخيران سراط اللي قفيت لفتاشن لنا درقنا لن الزقا جلت يتقبانا نسأل الله يهدينا السراط المستقيم في الدنيا والآخرة وأن ينجينا من الجحيم
وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين على كل شيء قدير والله تعالى أعلم نجاب الله فقد سرات لاي يمي عدنا كفو ولت أدقنيا باهري وچنا سرا وچال لزي ودنيا لاي وزوز بتفتنا باتشو سرات دارنا دار لاي قومو ميكراكرو قلين دالف فلقوا اللو يميلو مالت النزيان النا الذي هو سراطا بسلام للمشاقر يميردو يتوسمنو تبوچن من نايبات درسي نورنال هذا الله تعالى أعلم بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.